نشرة الأخبار الرئيسية من قناة بلقيس ونبدأها بالعناوين. 30 شهيداً على الأقل في قصف جوي للتحالف على سوق شعبية في محافظة حجة. الجيش والمقاومة في تعز يبدأان عملية واسعة في الجبهة الشرقية من المدينة. مسلحون يغلقون مصافي عدن والشركة تحذر من توقف تموين الأسواق بالمشتقات النفطية. أهلا بكم. استشهد أكثر من 30 مدنيا في قصف جوي لطائرات التحالف العربي طال سوقا شعبية مزدحمة في مديرية مستبة بمحافظة حجة. وقالت مصادر محلية إن غارة جوية لطائرات التحالف العربي طالت سوق الخميس الشعبية في مركز مديرية مستبة بمحافظة حجة، ما تسبب باستشهاد أكثر من 30 مدنيا وإصابة العشرات، فيما لا يزال أعداد من الضحايا تحت الأنقاض. من جهتها أعلنت منظمة أطباء بلا حدود إنها استقبلت عبر مستشفى ميداني تابع لها في منطقة عبس 40 مصابا في تلك الغارة، وإنها قدمت لهم خدمات إسعافية. وفي السياق ذاته، دانت الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان الغارة الجوية التي طالت سوقا شعبية في محافظة حجة. وقالت كرمان: أدين وبأشد عبارات الإدانة والاستنكار القصف الذي طال سوق الخميس بمديرية مستبة في محافظة حجة وخلف عشرات الشهداء والجرحى. ودعت كرمان للتحقيق الجاد والمستقل في هذه الجريمة التي يتعين ألا يفلت مرتكبوها من المساءلة والملاحقة والعقاب، مشيرة إلى أن هذه الجريمة وأمثالها من الجرائم المرتكبة في اليمن جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم. إلى تعز، حيث شنت قوات الجيش الوطني والمقاومة هجوما واسعا على مواقع تمركز الميليشيا في الجبهة الشرقية وتمكنت من تحرير عدد من المناطق. قالت مصادر محلية إن القوات سيطرت على منطقة بازرعة وعدد من المباني التي كانت تتمركز فيها الميليشيا في ثعبات، فيما المواجهات مستمرة في مناطق الكمب والدعوة والجحملية ومناطق أخرى شرقية المدينة. بالعودة إلى ما يحدث في حجة، معنا مراسلنا علي جعبور. أستاذ علي، ما هي ملابسات حادثة القصف اليوم التي طالت السوق الشعبي في مديرية مستبة؟ السلام عليكم. عليكم السلام. القصف وقع في الساعة 11 ظهرا في سوق الخميس الشعبي في المقوات، واستهدف بشكل مباشر المقوات والسوق الخضار والدكاكين المجاوره. المعلومات الاوليه تفيد ان هناك عشرات الضحايا حتى الان، والمستشفيات ما لا توجد مستشفيات اصلا في المديريه. هناك مركز صحي وحيد حكومي وقف منذ ايام بسبب انعدام الادويه، والضحايا الان بالعشرات، ومعظم الجرحى حالتهم خطره ومعرضين للوفاه في اي لحظه. الوضع كارثي جدا في المديريه. استاذ علي، الى اين تم اسعاف الضحايا؟ في اي مستشفى؟ البعض تم اسعافهم الى عبس واحتمال اسعافهم الى حجه، وهناك مركز المديريه، المركز الصحي في المديريه، ادويه بسيطه، اسعافات اوليه فقط، لا توجد اماكن غرف عمليات او أطباء متخصصين في العمليات. أستاذ علي، هل الأرقام مرشحة للارتفاع؟ بالفعل الأرقام مرشحة للارتفاع بسبب خطورة وضع الجرحى. نعم، كان معنا من حجة مراسلنا علي جعبور، شكرا جزيلا لك. تتواصل المعارك في الجبهة الشمالية والغربية بين الجيش الوطني المسنود بالمقاومة الشعبية والميليشيا لتطهير تبة الدفاع الجوي والمناطق المجاورة لها. مزيدا من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
العمليات العسكرية الواسعة التي تشهدها محافظة تعز ضد ميليشيا الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح تتسارع أكثر من أي وقت مضى وتحقق انتصارات متتابعة. تغيير موازين المعارك على الأرض أعطى المواجهات بعدا آخر وجعلها تسجل أرقاما جديدة لخسائر الميليشيا وقوات المخلوع صالح بعد المواجهات العنيفة التي ما تزال مستمرة. تطورت مستمرة، المعارك مستمرة كما ترون في كل المناطق التي تواجد فيها الحوثيون، ونحن مستمر إن شاء الله لتطهير مجمل تعز إن شاء الله. فتح الحصار عن تعز من بوابة واحدة ومن نافذة واحدة، ستفتح بقية النوافذ. تشتد المواجهات في الجبهات الشمالية والغربية بعد هجوم شنته المقاومة الشعبية في مهمة تطهير تبة الدفاع الجوي بالكامل من جيوب الميليشيا، بالإضافة إلى عملية تمشيط واسعة تجري في ذات الجبهة لقطع إمدادات الميليشيا من غرب المدينة إلى شمالها وشرقها، بعد أن دفع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بتعزيزات لحسم المعركة هناك. وبعد أن تعرضت الميليشيا لسلسلة من الهزائم لجأت لتعويض خسارتها بقصف الأحياء السكنية كما حدث في الحصب وثعبات وكلابة، وسقط مدنيون بين قتيل وجريح بينهم أطفال. وتعاني قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من نقص في السلاح في مواجهة الميليشيا وعتادها العسكري المتنوع والثقيل، إلا أنها تمكنت من دحر الميليشيا وفك الحصار بشكل جزئي عن المدينة في الوقت الذي تتواصل فيه عملية تحرير ما تبقى من المناطق المحيطة بالمدينة. وفي الجهة الغربية من محافظة تعز زرعت الميليشيا كميات كبيرة من الألغام لمنع تقدم المقاومة باتجاه المخا، وخلال الأسابيع الماضية صد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هجمات عدة للميليشيا حاولت فيها التقدم باتجاه باب المندب. هذا الألغام اللي زرعت للموت أكثر من طريقة في حرب الجماعة المتمردة. هذه المشاهد تظهر حدة التوحش التي تقوده جماعة الحوثي في تعز وتكشفها من خلال هذه الألغام، إذ ما تزال أغلب مناطق الجبهة الجنوبية الغربية تحتفظ بكميات كبيرة منها، حيث نشرتها داخل جبهات المدينة كما في الأطراف ودون مراعاة لأبسط حقوق الحياة. وتم المسح وأخراجها من كل المعوقات اللي عوقونا فيها. تعد هذه الوسيلة واحدة من الأساليب التي تنتهجها الميليشيا لقطع الطريق أمام أي تقدم للمقاومة، لكنها لم تنجح. هنا في جبهة باب المندب وذوباب تواصل المقاومة تأهبها وصد أي تقدم للميليشيا في الوقت الذي تستمر في نزع الألغام وتأمين المواقع التي سيطرت عليها. ومن فترة إلى أخرى تكسر المقاومة هجمات للميليشيا في محاولة لاستعادة المواقع التي فقدتها. نحن الآن في مضيق باب المندب، له أهمية استراتيجية عالمية، وما زال الحوثي عيناه وطمعه في باب المندب، ونحن ندحر من باب المندب رغم أنه طمع في هذا المضيق الذي تمر فيه أكثر من 22 ألف باخرة سنويا، وما زال يريد أن يقطع الخط أو المضيق باب المندب، ولكن الحمد لله قضينا عليه وعلى هيمنته وعلى طمعه وقد فر ولا عد له أي شيء في باب المندب. لذلك لم تهدأ التحركات في هذه الجبهة المهمة كما يراها طرفي الصراع، فالتعزيزات التي تشهدها هذه المنطقة من كل الأطراف تضاعف أيضا من حدة التوتر القائم، خصوصا عندما تشهد من يوم إلى آخر محاولات للميليشيا العودة إلى باب المندب المنفذ الحيوي محليا وإقليميا ودوليا. وينضم إلينا الآن من تعز مراسلنا حمزة أمين. أستاذ حمزة، ماذا عن آخر التطورات في مدينة تعز؟ نعم، آخر التطورات في المدينة هي حاول رجال المقاومة الشعبية مسندين بالجيش الوطني التقدم في الجبهة الشرقية في منطقة ثعبات تحديدا، إلا أن تمركز الميليشيات في تلك المنطقة وانتشار الناصاتها بشكل كثيف أدى إلى منع التقدم المقاومة التي حاولت أن تعود إلى مواقعها وتعيد ترتيب أوراقها وخططها من جديد من أجل عملية استكمال تحرير المنطقة في تلك الجبهة. وأيضا في الجبهة الشمالية الغربية لا تزال المعارك عنيفة حتى هذه اللحظة في محاولة رجال المقاومة مسندين بالجيش الوطني تمشيط المنطقة بالكامل في محيط معسكر الدفاع الجوي التي عاودت الميليشيات قصف ذلك المعسكر بالأسلحة الثقيلة من أجل استعادته من قبل أفراد المقاومة الشعبية والجيش الوطني.
أستاذ حمزة، ماذا عن القصف الذي تطاله الأحياء السكنية؟ الذي يطال الأحياء السكنية؟ قصف الميليشيات للأحياء السكنية هو يأتي بشكل متواصل وشكل هستيري، حيث تقوم هذه الميليشيات بقصف المدينة بشكل عشوائي ردا على الهزائم التي تلقتها في الأيام الأخيرة. تزامن ذلك مع عودة الناس للحياة، خروجهم للأسواق، شراء مشترياتهم، التبضع. نعم، كان معنا من تعز المراسل حمزة أمين، شكرا جزيلا لك. قال تقرير ائتلاف الإغاثة الإنسانية في محافظة تعز إن نحو 58 شخصا قتلوا وجرح 269 من المدنيين خلال شهر فبراير الماضي جراء عمليات القصف والقنص العشوائي على الأحياء السكنية. وجه محافظ تعز علي المعمري بإعداد دراسة عاجلة لإعادة تأهيل جامعة تعز واستئناف الدراسة فيها، وطلب المعمري برفع الاحتياجات العاجلة للجامعة من أجل إعادة فتحها أمام الطلاب واستكمال العملية التعليمية التي توقفت منذ أشهر وخلفت الحرب دمارا في عدد من منشآت الجامعة التي كانت تتمركز فيها الميليشيا وحولتها إلى ثكنة عسكرية. في سياق متصل قال القائم بأعمال مدير أمن تعز العميد عبد الواحد سرحان إنه تم نشر قوات الأمن في جميع المناطق المحررة في المدينة، وأوضح سرحان بأنه تم نصب نقاط تفتيش في جميع المداخل والمخارج للشوارع الرئيسية والأحياء في خطوة تهدف لاستتباب الأمن والاستقرار وكذا لمراقبة الخلايا النائمة. وناشد القائم بأعمال إدارة أمن تعز الرئاسة والحكومة والتحالف بسرعة دعم الأجهزة الأمنية والعسكرية للقيام بمهامها على أكمل وجه. خروج أي أدوات أو مواد اشتبه أنها مسروقة، ووجهنا أفراد النقاط بعدم السماح بخروج أي مواد إلا بما يثبت ملكية من يخرجها في هذه الحالة. ونبقى في تعز حيث عادت الحياة إلى المدينة وبدأ الناس ممارسة حياتهم بشكل اعتيادي في المناطق المحررة. تفاصيل في سياق التقرير التالي. كثير ممن رأوا دمار شوارع مدينة تعز استبعدوا عودة الحياة إليها من جديد، لكن ساعات قليلة أعقبت تحرير الجبهة الغربية كانت كفيلة بالرد على كل تلك التوقعات. فقد تدفق الأهالي من المناطق المحيطة متحدين بذلك كل مشاعر الخوف التي استوطنت منذ أشهر، وعاد كثير ممن نزحوا دون الانتظار لخلو المناطق المحررة من الألغام والتي تمتلئ بها الطرق والممرات. وشهدت أسواق المدينة حركة بيع كانت قد تحولت إلى ذكرى يصعب استحضارها في ظل حصار أحكمت الميليشيا فرضه على كافة السلع التي عاد الأهالي للتدقيق فيها بعد أن كانوا قد حرموا منها لعشرة أشهر، وكان وصوله يعني مغامرة غير محسوبة العواقب. وتلقي العودة السريعة للأهالي والاحتفاءات المتواصلة مسؤولية كبيرة على الجيش الوطني والمقاومة، وحثها للتقدم إلى الجبهات التي ما تزال تحت سيطرة ميليشيا الحوثي. وتحولت كثير من شوارع المدينة إلى أماكن مزدحمة بالزوار والمتسوقين الذين قدموا من مناطق بعيدة حريصين على تحسس ما خلفته لهم حرب كانوا مجبرين على خوضها، ولم يكن أمامهم غير باب واحد للخروج. إلى عدن حيث أغلقت مجاميع مسلحة مقر شركة مصافي عدن وميناء الزيت في مديرية البريقة غربي المدينة. وقالت شركة مصافي عدن في بيان لها إن مجاميع مسلحة أغلقت جميع بوابات شركة مصافي عدن وميناء الزيت التابع لها وفرضت حراسات عليها
ومنعت الموظفين من الدخول ومزاولة أعمالهم بحجة المطالبة بالتوظيف في المصفاة. وبحسب بيان الشركة فإن هذا العمل سيؤدي إلى توقف كلي لأعمال المصفاة، ومن ثم توقف تموين السوق بالمشتقات النفطية في المحافظة وفي المحافظات المجاورة، وهو ما ينذر بنتائج كارثية على الجميع. في عدن أيضا بدأت الحياة بالعودة تدريجيا إلى طبيعتها في مديرية المنصورة بعد 4 أيام من اشتباكات بين قوات الأمن ومجاميع مسلحة. وقال شهد عيان إن المديرية تشهد هدوءا فيما بدأ الناس بالتحرك في المنطقة دون عوائق، وكانت قوات الأمن قد اقتحمت يوم أمس مقر المجلس المحلي وسيطرت عليه بعد اشتباكات عنيفة مع جماعات يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة. عدن ليست بخير، أو هكذا تبدو حاليا، فهي ما تزال بحاجة للكثير من العمل الشاق من قبل الحكومة الشرعية للتخلص من تلك المجاميع المسلحة الخارجة عن نطاق الدولة. تحد أمني كبير يواجهه الرئيس هادي وحكومته، فحتى بعد انطلاق الحملة الأمنية التي أعلن عنها رئيس الحكومة خالد بحاح تبقى هناك الكثير من الصعوبات، ولن تنجح الحملة حتى الآن على الأقل بوقف عمليات المجاميع المسلحة عن الظهور كل مرة في الساحة العدنية إلا بشكل ضئيل لا يتناسب مع حجم الحملة وأهمية عدن التي تتخذها الحكومة الشرعية عاصمة مؤقتة لها. مديرية المنصورة حيث توجد أعداد كبيرة من المجاميع المسلحة وتشهد وقوع معظم عمليات الاغتيال، بدأت السلطات المحلية عملها بمحاولة تطهيرها بالكامل. الاشتباكات ما تزال تدور في معظم أحياء المنصورة، آخرها كان في خط 90 وسط المديرية، وذلك في هجوم خاطف لقوات الأمن على تمركز للجماعات المسلحة المنتشرة هناك بأطقمها ومسلحيها، لتعود الحياة لطبيعتها بعد ساعات من المواجهات ولا تواجد حاليا لأي نقاط للأمن أو للجماعات المسلحة. فيما تأتي الأخبار الأخرى من البريقة تحديدا من مصافي عدن، حيث أغلق مسلحون محتجون مقر مصافي عدن مانعين موظفيها من الدخول إليها للمطالبة بالتوظيف في المصافي، فيما تدخلت السلطة المحلية للتفاوض معهم وحل هذه الإشكالية العالقة. إذن تبقى عدن مستمرة في محاولتها الصمود أمام التحديات الخطيرة التي تواجهها بعد التحرير، لتكون نموذجا لما ستواجهه الحكومة بعد تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية. أكد محافظ البيضاء نايف القيسي أكد قرب تحرير المحافظة من الميليشيا عبر خطة عسكرية وضعت من قبل الجيش الوطني وقوات التحالف العربي، ويتوقع تنفيذها قريبا وربما خلال أيام. وأضاف القيسي إن الخطة ستعتمد على تحرك اللواء 117 المؤهل لعملية تحرير البيضاء، بالإضافة إلى دخول كتيبتين أنهتا تدريباتهما العسكرية في قاعدة العند الجوية، وجهز أفرادهما بكل ما يحتاجونه من قطع عسكرية ومدرعات متخصصة. ولفت المحافظ القيسي إلى أن هناك خطة لما بعد التحرير بتأمين المدن من خلال نشر الجيش وأفراد الأمن المسنودين من المقاومة الشعبية. إلى محافظة أبين، حيث يعاني المسافرون عبر الطريق الدولي الرابط بين محافظة عدن وأبين والمحافظات الشرقية يعانون من إشكالية الكثبان الرملية التي تقطع الخط الرئيسي، ويؤدي زحف الكثبان الرملي على الطريق الدولي إلى إعاقة حركة المرور، فيما تهدد حياة سائقي المركبات بكافة أنواعها. وطالب المسافرون السلطات المحلية بالتدخل وبرفع الكثبان الرملية من الطريق الدولي. ونبقى في أبين، حيث عطل استمرار إغلاق مكتبي بريد زنجبار وجعار مصالح المواطنين في المحافظة، وناشد المواطنون السلطات الحكومية بسرعة إعادة فتح المكتبين كونهما من أهم المرافق الخدمية في المحافظة. تقرير مراسلنا لطفي إبراهيم ومزيدا من التفاصيل. مع استمرار غياب الخدمات الأساسية والاحتياجات الضرورية في أبين، تستمر ومعاناة الأهالي، وتستمر المرافق الحكومية في إغلاق أبوابها على الرغم من أهميتها. عام كامل ومكاتب البريد في المحافظة تغلق أبوابها
مما زاد في معاناة الناس، وأصبح الموظف البسيط يتكبد الكثير من المشاق بالسفر إلى عدن لاستلام معاشه. نتمنى من الجهات المختصة والمسؤولين أن يعملوا لكي يفكوا هذا البريد. رواتبنا سرقت نهبت من محافظاتنا أخرى، ونحن في نكد وفي تعب، لا رواتبنا ولا رواتب أسرتنا، كلنا نحن ندور هذا البريد. المواطنين في أبين كلها وزنقبار، نتمنى من الجهات والمسؤولين لماذا لا يفكوا هذا البريد. نحن يعني نشتي علشان نستلم رواتبنا، نروح محافظات ثانية نخسر نص الراتب علشان نستلم راتب هذا. المحير في الأمر أن السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة لا تكترث لما يعانيه المواطنون، على وجه الخصوص الموظفون منهم. معظم الصرافين يصرفوا الأموال من البيوت، وأكثرهم ليسوا بصرافين حتى يقوموا بقسم أموال على الموظفين مبلغ 1000 أو 3000 ريال، يصل الراتب إلى الموظف أو إلى المبلغ يعني يصير جدا وبدون أدنى، مثل السحت أو يسبجوا الناس أو عبر الصرافة. بصوت واحد يناشد المواطنون في أبين قيادة المحافظة والسلطة المحلية بسرعة إعادة فتح مكتبي بريد زنقبار وقعار. سنة كاملة والأبواب هنا موصدة، والسلطة المحلية غائبة عن وضع حلول لهذه المشكلة. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين. بدأ الرئيس عبد الرب منصور هذه زيارة رسمية إلى الكويت، يلتقي خلالها أمير دولة الكويت الشيخ صباح الصباح. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية سبا أن الزيارة ستتناول طبيعة العلاقات بين البلدين وآفاق تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وكذا بحث أوجه الدعم والمساندة التي يحتاجها الشعب اليمني في ظل الظروف والواقع الاستثنائي الذي تمر به البلاد. وتشارك الكويت ضمن التحالف العربي، كما تسهم في تمويل وتنفيذ عدد من المشاريع الإغاثية في المناطق المحررة. وفي سياق متصل، أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجرالله استعداد بلاده لاستضافة محادثات سلام بين الأطراف اليمنية للمساهمة في الوصول إلى حل سلمي. وأشار الجرالله إلى أن الكويت أبدت استعدادها لاستضافة الأطراف اليمنية، وأنه تم إبلاغ الأمم المتحدة والأطراف المعنية، وذلك ضمن الجهود التي تقوم بها دولة الكويت على كافة الأصعدة وبما يحفظ لليمن استقراره. الرئيس هادي في زيارة جديدة للكويت حاملا في حقيبته ملفات اقتصادية تتعلق بمرحلة ما بعد انتهاء الحرب، وبحثا عن دور كويتي في ملف إعادة الإعمار. لم تكن دولة الكويت بعيدة عن الملف اليمني بالرغم من تعرض العلاقات لهزة مدمرة بسبب الموقف السلبي لنظام الرئيس المخلوع صالح من عملية الاجتياح العراقي لدولة الكويت في أغسطس عام 1990. الدور الكويتي كان في اليمن حاضراً وما زال عبر البوابة التنموية والمشاريع الخدمية التي ما زالت موجودة ويستفيد منها ملايين اليمنيين على الدوام. فأكثر من 14 مستشفى في صنعاء وعدن ولحج والحديدة وأبين وغيرها مستمرة في تقديم خدماتها للمستفيدين. جامعة صنعاء وكلية الشرطة ومئات المدارس والطرق والسدود وبنك الدم والمختبر المركزي وطريق عدن المكلا وسائلة صنعاء والقائمة تطول جميعها كانت عناوين كويتية في قلب اليمن. تكثيف جهودنا مع العالم. الكويت حضرت عبر عمليات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن بعشرين طائرة مقاتلة وبالعديد من المشاريع التي تنفذها جمعيات خيرية تابعة لها في عدد من المحافظات. عرضت الكويت أكثر من مرة استضافة الأطراف اليمنية للحوار لإنهاء الأزمة، وهو ما أكده وكيل وزارة الخارجية الكويتي، وهو امتداد لدور كويتي قديم حيث كانت قد رعت جزءا من مباحثات إعادة الوحدة اليمنية في ثمانينيات القرن الماضي. الدور الكويتي يراه مراقبون مهما جدا لدعم الاقتصاد اليمني المنهار، حيث ما زال اليمنيون يتذكرون التدخل الكويتي في القرن الماضي لدعم العملة اليمنية. كما أن للكويت وصناديقها المالية خبرة كبيرة في ملفات البناء والتنمية، وهو ما تحتاجه اليمن خلال الفترة المقبلة. وتبقى قدرة هادي على إقناع الإدارة الكويتية في الإسهام بإنقاذ اليمن مرة أخرى هي التحدي الذي يحتاج فقط للقليل من النوايا الصادقة والكثير من العمل على الأرض.
قال الأمين العام لدول الخليج الدكتور عبد اللطيف الزياني إن دول التحالف ستواصل مساعيها لإعادة السلطة في اليمن وتقديم الدعم السياسي والأمني والاقتصادي وإعادة البناء والإعمار. وأكد الزياني أن دول الخليج ستواصل جهودها الدبلوماسية لاستئناف العملية السياسية حتى التوصل إلى حل ينهي الصراع وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 22/16. دشنت أكاديمية الموهوبين في حضرموت بالتعاون مع الجمعية العربية للروبوت برنامجها التدريبي واك عالمك الخاص بعلم الروبوت. مراسلنا محمد اليزيدي ومزيدا من التفاصيل. في بعدين تبدأ تستخرج مسننات. يوما بعد آخر تعزز التكنولوجيا مكانتها الهامة في حياتنا، وإيمانا بهذه القناعة وتحت شعار واكب عالمك، دشن فريق أكاديمية الموهوبين في حضرموت برنامجه التعريفي للريبورت التعليمي وشرح أهميته المستقبلية في مختلف مجالات الحياة المرتبطة بالإنسان. أهمية هذا البرنامج كما قلت سالفا أنه يسعى إلى غرس ثقافة فهم الروبوت واستخدامه في الحياة العملية. التكنولوجيا أصبحت لغة العصر، والعصر هو أصبح عصر المعرفة وعلم المعرفة. كل مجالات الحياة تحتاج إلى الروبوت، من الصحة، من الصناعة، الثقافة، العلوم، بل حتى صار في الرياضة، وكما نشاهد تكنولوجيا الرياضة كلها تعتمد على الروبوت. البرنامج التدريبي الأول من نوعه يستهدف في مرحلته الأولى طلاب المدارس الابتدائية والثانويات، حيث يعتزم الفريق تنفيذ جولة تدريبية تشمل مختلف مدارس وثانويات محافظات الجمهورية، ليس فقط لتقديم شرحا تعريفيا بعلم الريبورت، بل أيضا لإتاحة الفرصة عن قرب لطلاب المدارس للمشاركة في بناء الريبورت والتعامل مع أنظمة التحكم به. فيما تستهدف المرحلة الثانية من البرنامج التعليمي طلاب الجامعات والمعاهد العليا. برنامج الروبوت بشكل عام اليوم الذي بدأناه يستهدف طلاب الثانوية في ثانوية بن شهاب. في هذا اليوم قمنا بتعريف الطلاب من خلال البروجكت على ما هي الروبوت، فوائد الروبوت، أنواع الروبوتات، بالإضافة إلى تطبيق عملي لبرنامج الروبوت اللي هو البرمجة، بالإضافة إلى روبوتات جاهزة جبناها معنا. فريق أكاديمية الموهوبين الحضارم، والذي استطاع خلال السنوات القليلة الماضية من المشاركة في العديد من البطولات الوطنية والعربية والدولية في مجال الريبورت وتحقيق المراكز الأولى، يستعد وبعد الانتهاء من تنفيذ برنامجه في مدن ساحل حضرموت في التوجه إلى العاصمة اللبنانية بيروت للمشاركة في البطولة العربية 9 المفتوحة للريبورت. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا. وصلنا إلى نهاية النشر مشاهدينا، هذا تذكير بأبرز ما كان فيها. 30 شهيدا على الأقل في قصف جوي للتحالف على سوق شعبية في محافظة حجة. الجيش والمقاومة في تعز يبدأان عملية واسعة في الجبهة الشرقية من المدينة. مسلحون يغلقون مصافي عدن والشركة تحذر من توقف تمويل الأسواق بالمشتقات النفطية. وصلنا إلى نهاية النشر التي قدمناها لكم من قناة بلقيس، وللمزيد يمكنكم متابعة الأخبار العاجلة على موقع القناة الإلكتروني والتفاعل مع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. في أمان الله وحفظه.